الحرية يا جماهيرنا الشعبية. وحيوا أسرى الحرية، حيوا أسرى الحرية. وتحيتنا عالية، تحيتنا عالية. ولا أسرانا الغالية، لا أسرانا الغالية. يا أسرانا يا أبطال، يا أسرانا يا أبطال. إحنا معاكم بالنضال، إحنا معاكم بالنضال. ويا أسرانا يا أسود، يا أسرانا يا أسود. وأنتوا الرامز للصمود، وأنتوا الرامز للصمود. ضحوا بالحرية، للي ضحوا بالحرية. بدهم منا وقفة قوية، بدهم منا وقفة قوية. بدهم منا وقفة قوية، بدهم منا وقفة قوية. يا جلد صبرك صبرك، يا جلد صبرك صبرك. وقرب ينتهي أمرك، قرب ينتهي أمرك. وعلي الصوت، علي الصوت، علي الصوت، علي الصوت. علي الصوت، علي الصوت، علي الصوت، علي الصوت. وأسرانا متها بالموت، أسرانا متها بالموت. وأسرانا متها بالموت، أسرانا متها بالموت. لا شك إنه الآن تمر السجون بوضع، جميع السجون تمر الآن في وضع صحي، أو وضع الأوضاع بشكل عام كلها سيئة عندهم. أول إشي بالنسبة للإهمال الطبي لدى الوردة، هناك طبعا إحنا أكثر من شهيد الآن يعني استشهد داخل السجون نتيجة الإهمال الطبي. والآن ناصر أبو حميد يمر بهذه الفترة بدها وقفة قوية، سواء كانت يعني سواء على المستوى الرسمي، على المستوى الشعبي، على المستوى العالمي، بدها وقفة قوية جدا، يعني لأنه الإهمال الطبي واضح جدا. الاعتداء السابق اللي صار على البنات، هناك نحن نعلم أن البنات كتير كان وضعهم سيء وما زال وضعهم سيء، يعني هناك يعني بدها وقفة رسمية شعبية على أساس أنه ندافع عن أسرانا وعن أسيراتنا. يعني ما في حدا يدافع عنهم إلا هم بيدافعوا عن بأمعائهم الخاوية على الإضراب، يعني هم المستطاع اللي بيقدر يدافعوا عن حقوقهم وحس حقوقهم هي الإضراب. وإحنا قاعدين هينا برا، إحنا بس بنتفرج قاعدين. بدها هبة شعبية، بدها هبة دولية، بدها هبة رسمية من المستوى الرسمي. فإن شاء الله ربنا يفرج عنهم جميعا، وربنا معاهم، ومن كلهم اصمدوا وصابروا واحتسبوا، وإن شاء الله الفرج قريب قريب بإذن الله. وقفتنا اللي هي بالطبع أسبوعية، ولكن اليوم تمتاز بإنها وقفة إلى جانب الأسير اللي يعني بتعرض لخطر الموت، ناصر أبو حميد اللي بيعاني من مرض الأسرى السرطان، مثله مثل عشرات الأسرى اللي بيعانوا من أمراض مزمنة. وعلى يعني الشعب الفلسطيني عبر جملة الأخبار المتواردة والمعلومات المتواردة نعرف قديش الأسرى بعانوا، وخاصة في الحالات المرضية المزمنة، لأنه الاحتلال يعني بمارس أبشع صور التعذيب والابتزاز من هذول الأسرى في سياق عملية علاجهم. يعني أولا الكشوفات تأخذ فترة طويلة، عملية نقلهم للمستشفيات تكون مضنية، ثالثا نقلهم لمستشفى الرملي أو سجن الرملي اللي هو يعني بحد ذاته رحلة عذاب إضافية للمرض اللي معالجهم.